وفتقاً وهقامين يا شيخ أحمد موسى عثمان أو أحمد حم الشاريع ده هاي أدى هرمارين تبلشادة إيا هاي أدى عيد الخيرية إيا فردقايدو يا هاي دالكا قدر أيا ديق راشين يبني يبيي سوكترت أوقي بيا سدح بقول أو قويس أو كلاه تولوينكا قد قبو بفالي ريالو إيا هرواناق أو كاميد أهددك أي أبارتو ساميسي وحانا هالكا هذا الكتشيري يا شيخ فؤاد محمود حاتي قدوميها قدقا قرمتك أبارها بنت اللان إساقو أمهد عليي دادكي سوى قارسيي ديق دان halkan waa gudqaboobe ee 300 qoys ayaa raashin loogu qaybiyay ilaahay ba markoo horeysa mahad iska le subhana wa taala marka labaad waxaan u mahad celinayna walaalihi keenay raashinkan oo ciid al khayriya oo ah jamciyada inoo keentay oo qadar inoo ka timid waxa iyaguna mahad si mudan ee jamciyad tanmiya oo fulinaysa shaqada iyada ah ee sidoo kale iyaguna waxa mahad mudan een maxaan ku leeyahay gudiga gurmadka abaaraha oo la jooga muassasada minhaj oo nala joogta een maxaan ku leeyahay een kulli waa u mahad celinayna waxaan dadka ugu baaqaya ilaahay ba abaarta ina ku keenay ilaahu abaarta naga qaad ilaahu abaarta naga qaad ilaahu roob waasaca nasi ilaahu roob waasaca nasi ilaahu roob waasaca nasi ilaahu midaan aafalahayn ilaahu waa dambowney noo dambi dhaaf ilaahu waa dambowney noo dambi dhaaf ilaahu waa dambowney noo dambi dhaaf waxaan dadka ka codsanaya war ilaahay aan u toobad keenno war ilaahay aan u noqono waxaan kale ugu baaqayaa dadka raashinku ka go'ay iyo dadka dariska oo meesha jooga war qof walba uu kiilo bariisa iyo kiilo bura iyo kiilo sonkora iyo litr saliida iyo kiilo timira iska go intaa isu geeya oo idinku mar kale jamciyad noqdo dadka walaalihiina oga war arrintaa ma ogashiin war ma ogashiin allah idin barakeeyo aamiin dhahaya الله إذن بركة يا أمين سيدو كلا وحا هلكا هكا هدلي هذا حا برنامج يدا قود إيو تعالين تا هاي أدى عيد الخيرية الشيخ خالد هاشم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أهل الصومال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيناكم من قطر أهل قطر يسلمون عليكم جميعا سلام الله اخوانكم مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية سمعوا بالجفاف الذي ألم بكم من سنتين فتعاونوا مع اخوانهم في هيئة التنمية الخيرية جزاهم الله عنا خيرا هم رتبوا كل هذا العمل طبعا هذه البداية انا اكاد ان اجزم ان 90% من اهل قطر لا يعرفون عن الجفاف الذي يحصل في الصومال لكن ان شاء الله بعد هذه الرحلة كثير منهم سيعرف عن هذه المعاناة وإذا عرفوا بإذن الله ثقوا يقينا أنهم لن يناموا الليل إلا بعد مساعدتكم إن شاء الله عز وجل بارك الله فيك وليس فضل ولا منا أنتم ما تفضلتم علينا بتواصلكم معنا أنتم ما تفضلتم علينا وهذا حق من أخ لأخيه فالمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وغدن بينتي وحا هلكا كهذا الكتشيري شيخ أحمد عثمان موسى مدح مشاريع ده هيئات ده ورمرين تبلشدة الشيخ عيد بن ثاني الخيرية وكذلك نقدم الشكر إلى دولة قطر حكومة وشعبا وكل ما يعني هي تقف إلى جانب الشعب الصومالي الشقيق ونسأل سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناتهم واليوم تم توزيع تقريبا 300 من المواد الغذائية إلى الأهالي المتضرر بالجفاف في الصومال خاصة في ولاية بدلان وكذلك يعني تم هنا يعني جمع من الوفد من مؤسسة الشيخ عيد الخيرية من قطر وكذلك يعني وفد من ولاية بدلان خاصة اللجنة الموكلة لدعم المتضررين بالجفاف ويتقدمهم يعني الشيخ فؤاد جزاه الله خيرا ونسأل سبحانه وتعالى يعني أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يغيثنا غيثا هنيئا مريئا نسأل سبحانه وتعالى أن يجزي كل من يعني تقدم إلى ساق أو يعني تقدم إلى شيء لهذا الشعب المتضرر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو ده محمد شامع سومال نيوز تي في قروي